دبابة المدفعية واحد، مدفع سوفيتي ذات الحركة، صنع منه 10 مركبات عام 1935، الوزن 9.6 طن، الطاقم 3، التسليح مدفع عيار 76 ملم مع 40 قذيفة، ورشاشان عيار 7.62 ملم مع 1827 طلقة، السرعة القصوى 30 كم في الساعة على الطرق المعبدة، 16 كم في الساعة على الطرق الوعرة، المدى العملياتي 140 كم.